كانت البداية بسن المفاريد بالنسبة للمجاهيم والمحليات. واليوم الثاني كان للحقائق في أثل الحقائق. واليوم عندنا دخول الحقائق اللقاية وتحكيم فئة الحجائج اللي كان في اجتازنا الفحص الطبي وفي المجال. هذه السنة طال عمرك مهرجان الظفرة اعتمد ثلاث مزاينات تمهيدية اللي هي قبل ختامي مهرجان الظفرة. دعم طال عمرك لجميع ملاك الإبل سواء كانوا من دولة الإمارات أو من مجلس التعاون الخليجي.